السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد. هالمره شنو الفرق بين كرم العراقيين وكرم السعوديه؟ خلينا نشوف الفيديو، وانت من خلال الفيديو احكم. بارد يا شباب، ما بارد. اربع كراتين بارده وزع باذن الله تعالى اليوم احنا في منى في المشعر. شوف جو حار، درجه حراره فوق 40. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم جميعا لكل من شاهد او نشر هذا المقطع عنك وعن والديك وجميع كل حق عليك. ما في شيء لله لله. هذا كرم السعوديه، هم زعله ايش كم كاسه ماي على الحجاج، ومكيف وناشرها ومفتخر بيها. لكن شنو؟ خلينا نشوف كرم العراقيين ونرجع لكم. هم يلا يلا، منو مثلك؟ منو منو؟ كفو حيدر، كفو كفو. يا الله افلح من صلى على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. بعشرة محرم جبنا لكم 12000 كرتون، وهاي المرة بالأربعين يوم واكل الحسين يا خدام الحسين 100000 كرتون بالساحة راح تتوزع مجانا مجانا وفاء لدم الإمام الحسين. كذلك 100000 قالب ثلج راح يتوزع مجانا مجانا وفاء لدم الإمام الحسين. الحسين انحرم من هاي، نريد نوافي بايش نوافي؟ نوافي بهذا العمل. ولبيك يا حسين ويا سيد الشهداء، انت الخالد والحسين تاريخ والتاريخ لا يموت. وانجنينا بحبك يا حسين، والله انجنينا. لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار، ولا عندنا نومه ولا عندنا راحه، وكل ما لدينا من الامام الحسين عليه السلام. ولبيك يا حسين. والمجامله طبعا، العراقيين دائما اهل غيره، دائما اهل فزعه، دائما اهل عزويه مثل ما شفت الفيديو. طبعا الاخ مكيف موزع له شم كاسه ماي على الحجاج، لكن ما يدري بالعراقيين كل سنه شو يسوون بالزياره الاربعينيه.